Come toward them! تطور كثير عبر 23 سنة اللي مضوا على الماراثون، هذا رقم 23. احنا بدأنا بماراثون البحر الميت، كان أول ماراثون قامت فيه الجمعية اللي قام فيه سيدي فراس، وكان من الناس اللي أسسوا هذه الجمعية واللي قاموا بالماراثونات، وكانت رؤيته إنه يصير الماراثون مش بس ماراثون بحر الميت، إنه يصير في جميع أنحاء المملكة. هذه رسالة واضحة احنا بنحب نقولها مش بس داخل الأردن بس لخارج الأردن أيضاً، إنه الماراثونات عنا مش بس تعكس صورة الأردن قديش الأردن بلد آمن ومستقر، بس قديش الأردنيين بحبوا يشاركوا مثل هذه المفعاليات. مثل ما أنت شفت اليوم مشاركة واسعة جدا من الشيوخ إلى الأطفال الصغار، وهذه فكرة بدأنا نجذرها بمجتمعنا، إنه المشاركة المجتمعية الواسعة. ران جوردن، اركض للأردن.